يعني يا كابتن، اكيد اي تجربه بيكون فيها سلبيات وفيها ايجابيات. مباراه بيراميدز اكيد حضرتك شفت بعض الايجابيات اللي لازم نستمر ونبني عليها، وبعض السلبيات اللي لازم ان احنا نعالجها ونبدا ان احنا نستثمرها بشكل ايجابي في المرحله القادمه. ايه هي يا كابتن الايجابيات والسلبيات اللي حضرتك شفتها من وجهه نظرك؟ يعني اعتقد احسن ايجابيه وهو ان انت بقى عندك مدير فني المفروض اسم كبير، المفروض ان هو مدرب كوف لاسالتي كبير طبعا، مستر لاسالتي وجهازه المعاون بالكامل طبعا، ومعاه طبعا اثنين من نجوم النادي الاهلي محمد يوسف وسامي قمصان وطارق سليمان عشان ما انساش حد. لكن في النهايه في شخصيه ان شاء الله هتكون موجوده الفتره اللي جايه من خلال المدير الفني، تمام، اسلوبه وطريقه لعبه وطريقه تعامله مع اللعيبه. طبعا اول مباراه انا ما اقدرش احكم عليه برده، يعني مش بقدر اديله 100% لان انا برده هو ما لحقش اربع ايام طبعا، يعني اتفرج على قبل كده على ماتش وكل حاجه، لكن في النهايه انت بتتكلم في اربع ايام وقفه الملعب لسه، وقفه الملعب غير انك تتفرج في التلفزيون، دي صعبه جدا. مش سهله، الناس فاكره الامور سهله جدا. هو اتحط في موقف صعب جدا بدري، واول مباراه ليه مع فرقه كبيره، فرقه طبعا برضو امكانيات ماديه، امكانيات معنويه، امكانيات بشريه، ما فيش شك انها بتنافس على الدوري، لكن انت كنت متقدم، يعني انت كنت قدرت انك تقدر تبقى 1-0، وكنت ماسك زمان من المباراه في الشوط الاولاني كله، ضيعت فرص كمان، اتدلعت شويه في النهايه. الشوط الثاني يعني راح منك يعني ما اعرفش، ممكن يبقى راح منك باخطاء فرديه، باخطاء جماعيه على بعض الوقت، الظروف ما ساعدتكش الشوط الثاني. في لعيبه يعني هو لسه الراجل طبعا بيتعرف على حظه اللي بيتعرف، ومفروض ان كان يعني اكيد كابتن يوسف بيتكلم معاه كتير، هو وسامي قمصان بيتكلموا في نقطه اللعيبه والتغييرات، ولازم يعني يتناقشوا مع بعض. لكن في النهايه النادي الاهلي وصل، لكن ما قدرش، يعني الكره زي دي من بدري كان لو استلامه كويس من ازارو كان ممكن يبقى بيروح على الجون على طول مواجهه، يعني ازارو جاله اكتر من فرصه، يعني كان ممكن ان هو يخلص بيهم الماتش. احمد شيخ جاله كره العارضه طبعا اكيد لوليد لعلي معلول، برضو يعني كانت مؤثره، يعني هو المجمل طبعا مباراه كبيره، لكن في النهايه اكيد فيها ايجابيات. اي مباراه يا عمر حتى لو خساره بيبقى فيها ايجابيات وفيها سلبيات. الايجابيه طبعا اكيد ان انا قلت لك في مدير فني جديد، كمان اللعيبه يا كابتن هشام لعيبه جديده دخلت في الفرقه، لسه كنت هتكلم عليها، دخل بشكل كويس. انا عجبني جدا محمد محمود رمضان صبحي امبارح، يعني مش في الفورم او مش توب فورم يعني، لكن في النهايه قدر يبقى برده موجود وليه شخصيه، ويقدر ان هو يعني يبقى متواجد بشكل كويس في الملعب. كابتن هشام، لو حضرتك في الجهاز الفني او مدير فني للنادي الاهلي، ازاي ممكن تتعامل مع ضغط المباريات والظروف الحاليه للفريق؟ لا هي ما طبعا اكيد في جهاز فني كفء عني وهو ادرى بكتير بلعيبته. انا بتكلم ازاي يا كابتن يعني ممكن الجهاز الفني يعني يتعامل ازاي بشكل عام مع الظروف الحاليه؟ وحضرتك عارف في ضغط مباريات، في بطولات افريقيا، في بطوله دوري عام، الجمهور الاهلاوي بيحب البطوله، لا يتقبل طبعاً الهزيمه. النادي الاهلي جمهوره الوحيد اللي في العالم اللي ممكن اي فريق يخسر، يعني الريال بيخسر، برشلونه بتخسر، لكن الاهلي جمهوره لا يتقبل حتى التعادل. فدي مشكلة يا كابتن هشام. هي دي المشكلة طبعا اللي انت متعود عليها من صغرك، يعني الناس كلها بتبقى عارفة كويس قوي ان النادي الاهلي بيلعب على بطولة، النادي الاهلي دايما مطالب بالفوز بغض النظر الاداء بالنسبة لنا يعني مش رقم واحد، لكن في مؤشرات الاداء ده اللي هو بيديلك مؤشر انت هتقدر تاخد بطولة ولا مش هتقدر. لكن الاداء الجمالي يعني دايما بيبقى في الفرق التانية، النادي الاهلي بيلعب على حاجة معينة، هدف واحد هو ان انا ازاي احصل على البطوله، فده مشوار طويل ومشوار صعب جدا بدليل حاجات كتير، بدليل النادي الاهلي بياخد البطوله مثلا 6-7 مواسم ورا بعض، بيلعب في كاس العالم للانديه، لعيبه كتير في منتخب مصر، كل ده النادي الاهلي. مع احترامي طبعا اكيد والتقدير للانديه والفرق المنافسه وكل حاجه، لكن انت النهارده ما فيش ثبات للمستوى الفرق الثانيه، النادي الاهلي هو رقم واحد ودايما بيبقى هو رقم واحد، بيبقى فيه دروب اكيد لازم يحصل طبعا، لعيبه بتبطل، لعيبه مش موجوده، لعيبه جديده، لعيبه مدربين جداد، كل الحاجات دي بتيجي في توقيت معين، بس بعد كده بتلاقي فيه ثبات في التشكيل، فيه ثبات في الفرقه، فيه ثبات في الانجازات، الحاجات دي على المدى. فالفتره ديت اكيد محتاجه استشفاء كتير قوي قوي، لعيبه مجهده بشكل كبير، في لعيبه
لازم تاخد وقتها قوي في الاصابه، تتعالج كويس قوي. يعني انا زعلان ان احمد فتحي نزل ورجع اتصاب تاني، وليد ازارو بيغيب النهارده، عندك كان علي معلول لسه راجع، عندك اجايب بره، عندك وليد سليمان كان برضو مصابه لسه راجع. يعني في عندك عناصر كبيره جدا جدا وعناصر مهمه في الفرقه انت محتاجها، محتاجها انها ترجع بشكل قوي يعني.